وشوشة. الراديو في جزئية والتلفزيون في جزئية. الجزئية بتاعت التلفزيون ما نقدرش نتغاضى عنها. بس أنا في التلفزيون دايما كنت بعمل حاجة فيها الشكل والمش عارف ايه وبتاع، فدايما الناس شارياكي حالة كلها على بعض. في الراديو انا حاسه بمتعتي اكتر، او حاسه ان انا بفرح بان انا واصله اكتر للناس علشان صوت. حتى وانا عندي شاشه، انا عندي نجومه في ام تي في، بس اقصد انه هم حاسين بيا بقى مريم، انا بتكلم معاهم مريم مش المذيعه. فدي حاله ودي حاله، والاثنين يجننوا يعني، الاثنين حلوين والاثنين يعني. الراديو زودني في حته مذيعه بصراحه. يعني انا ما ابتديت تجربه الراديو انا كنت فاكره ان انا مذيعه رهيبه، يعني ان انا يعني انا بقى جايه دايما في اعتقاد خاطئ ان انا جايه من التلفزيون فانا مذيعه مالكه ادواتي كلها. الراديو علمني حاجات تانية خالص، لانه رد فعل مع الناس بسرعه، لازم تبقي حاسه بيهم، لازم تبقي متوقعه ان هيجي لك حاجه انت مش عامله، مش موضوع حلقتك خالص، بس حد عايز يفضفض معاكي ويتكلم معاكي. التلفزيون محسوب. لا، في مواقف كتير يعني. في واحده كلمتني وقالت لي كنت انا عامله حلقه عن الاشخاص لما بتتغير في طريقه التعامل. هي عليت بسقف التغير خالص بقى. هي قالت لي انا دلوقتي في ازمه لان انا كنت متجوزه، وان المفروض ان الزوج غير جنسه وبقى واحده ست، وهي عندها طفل منه، وهي مش عارفه دلوقتي تقول للولد بابا بقى ايه. دي اول حاجه يعني، مش عارفة كون جملة مفيدة طبعا. كنت وموضوع غريب، قلت لها طب ثانية واحدة، قالت لي لا، هي المصيبة كمان ان هي بقت تقريبا ست ودخلت في علاقة اوريدي. فيعني حاجة بقى اللي هو طب حضرتك لازم تبقي مع محامي، ولازم تبقي عارفة هتعملي ايه، ولازم يبقى فيه استشارات قانونية وتشوفي وتعملي، بلس انه الطفل ده حتى من هو صغير لازم يبقى فيه جزء نفسي بتراعيه، ولازم انت شخصيا تبقي ثابته نفسيا عشان تعرفي. يعني هي طبعا ربنا معاها وربنا مع اي حد في الظرف ده، بس اقصد ان حد يثق فيكي ان هو يرفع سماعه التليفون حتى واحنا مش شايفين بعض عشان يقول لك حاجه زي كده. دي بالنسبه لي بتبقى حاجه يعني اكبر فرحه ليا في كل التليفونات، لما حد يقول لي انا اول مره اكلم اذاعه. زمان ما كنت بسمع الجمله دي بعاديه، يعني ايه العضلات اللي فيها يعني ان انا اول مره اكلم اذاعه. وبعدين دايما بتكمل بس انت يا مريم موضوعك استفزني، بس انت يا مريم سمعتك في التليفون اللي فات فحسيت ان انا عايزه اتكلم معاكي عشان تشوف. فبحس انه يعني يا رب اشكرك إنه الناس تبقى مرتاحة لك وواثقة فيكي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.